هل أنت من جنس النساء أخو الاقتداء أم دواء؟ قولي فأنت لحسرتي ولضى فؤادي والبلاء. وظننت أنك تفهمين الحب في دنيا الصفاء، وظننت قلبك عاشقا يهوى سويعات اللقاء. فالعشق ليس كلعبة يلهو بها قلب النساء، فالعشق ليس كلعبة يلهو بها قلب النساء. والحب ليس جريدة بعد القراءة في انتهاء، لا تحزني فات الأوان واليوم قلبي في عزاء. ابكي على أحلامنا ماتت وأمست كالهباء، أسفا فأنت عنيدة، أسفا فأنت عنيدة، وملأت أقداحي شقاء. تتلذذين بلوعتي أودت حياتي للفناء، حطمت حتى حلمنا، هدمت أركان البناء، مزقت أحلام الهوى، مزقت أثواب الوفاء. ما ذنب أشعاري هنا، ما ذنب أشعاري هنا ذبحت بأقدار الغباء. قدري فأعشق طفلة كفرت بآمال المساء، كفرت بكل سذاجة، كفرت بعهدي والولاء. مغرورة وعنيدة مجنونة في كبرياء، مغرورة وعنيدة مجنونة في كبرياء، فمتى ستدرك طيشها؟ يا رب فاحكم بالقضاء. أحببتها رغم الرنا وجعلتها قمر السماء، وجعلتها نور السنا لتكون في ليل الغياء. لكنها نوع غريب كان في جنس النساء، في طبعها قتل الصفا، قتل المحبة والوفاء. صعب لقاء قلوبنا صبرا وتعلوه الدماء، صعب لقاء قلوبنا صبرا وتعلوها الدماء. هذه جراحي كلها سطرتها رغم الشقاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.